2 في المحاضرة 18، هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني إذا أخرج المسلم زكاة كاملة على الوجه المشروع الذي حددته شريعة الإسلام، عند ذلك فقد برئت ذمته عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعتبر من الذين يكنزون الذهب والفضة بشرط أن يكون مال الزكاة كافيا لسد حوائج الفقراء والمساكين. ننتبه، بشرط أن يكون الزكاة مال الزكاة كافيا لسد حوائج الفقراء والمساكين. طب إن لم يكن كافيا، مال الزكاة اللي بيخرجه، المال الذي يخرجه زكاة ليس كافيا، نزع المسلمين بلاء كزلزال سوريا وزلزال تركيا، واحتاج المسلمين إلى مزيد من المال، بيجب على الأغنياء أن يسهموا بشيء من أموالهم لسد الاحتياج، ولا بد أن تكون نفوسهم طيبة في إخراج هذا المال. طب إذا لم يفعلوا، بيجب على الحاكم أن يحملهم على ذلك، ولو يأخذ منهم بالقوة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة. عام الرمادة أجدبت فيه الأرض، ما فيش مطر والأرض لم تخرج زرعا، وبخلت فيه السماء بمائها، انتشر فيه الجوع انتشارا مفجعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، فإذا تركه فريسة للفقر والجوع فقد ذله، خذله وأسلمه للفقر والجوع، يعني هزمه ودفعه إلى اليأس والمرض وربما ارتكاب المحظور. وبالتالي الحاكم ينبغي عليه أن يلزمه إذا لم يخرج من ماله عن طيب نفس، ويخرج ويأخذ منه ما يعني يسد به حاجة الفقراء.